معنا مشاهدينا الكرام من باريس سيد موسى أبشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني. مرحبا بك. إذا نبدأ من احتجاجات الداخل بسبب انهيار العملة، هل ستستمر هذه التظاهرات بحسب رأيك أم أن النظام سينجح في قمعها كما حدث في السابق؟ أحييكم وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. بكل التأكيد هذه الانتفاضة المباركة مستمرة، إنها كما أشار تقريركم اندلعت في 28 ديسمبر 2017 في بداية هذا العام، وإنها مستمرة وفي منحة تصعيدي. والأسباب طبعا قبل كل شيء تعود إلى الحالة المعيشية المتدهورة، ويعني القدرة الشراء، قدرة شرائية منخفضة جدا بسبب سياسات النظام الإيراني، وخاصة السياسات الاقتصادية للنظام الذي هو أساسا ممنحج للنحت من قبل بيت خامنئي وقوات الحرس التي تحولت إلى أكبر مؤسسة اقتصادية أولا، ثم إحدار الثروات الشعب الإيراني من أجل أجندات النظام الإيراني لتمويل الميليشيات الطائفية التابعة له في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وغير ذلك من الدول الأخرى. فطبعا الشعب الإيراني وبعد 4 عقود الآن وصلت إلى نقطة اللا عودة فيما يتعلق بمطالبة لإسقاط هذا النظام. طيب سيد موسى، يعني الآن انخفضت واردات الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من النفط الإيراني، هل يعني ما تأثير هذه العقوبات الأمريكية، وهل سيحتمل النظام الإيراني كل هذا الضغط؟ بكل تأكيد هذه هي من المتغيرات ومن العوامل التي سوف تترك بأثارها على هذا الوضع الإيراني ووضع الاقتصاد. لكن لا تنسوا فإنه خلال منذ 2013 عندما بدأت المفاوضات ما يتعلق بال5+1 مع النظام الإيراني، وثم التوقيع على الاتفاق النووي 2015 يوليو 2015، يعني رفعت جميع العقوبات، وبل 150 مليار دولار تم ضخه إلى النظام الإيراني، لكنها بسبب غياب الرقابة الدولية وبسبب سياسة النظام التي أشرت إليها في بداية حديثي كلها راحت للنحب والاستلاسات والسرقات للنظام أولا، وثم إحدار هذه الثروات لأجندات النظام الإيراني. طبعا الآن وقبل أن تبدأ هذه العقوبات التي من المفروض الجولة الأولى في 6 هذا الشهر وثم في 4 نوفمبر، طبعا سوف تترك أثارها بشكل شديد على النظام الإيراني. وطبعا الشعب الإيراني ينظر إلى النظام الإيراني بسبب الرئيس ولا غيره الحالة المتردية التي يواجه. كيف تفسر دعوة ترامب إلى حوار غير مشروط وكذلك الرد الإيراني الرافض؟ يعني كيف يمكن أن يفسر هذا التناقض؟ لماذا في هذا الوقت اختار ترامب الدعوة إلى مفاوضات، وفي الوقت نفسه لماذا رفضت إيران؟ في الحقيقة الأمر بقدر ما يتعلق بالسياسات الأمريكية فلديها أسبابها، وكما أنتم العالم شاهد كانت لها خطة مع كوريا الشمالية ولربما تريد أن تكرر هذا مع النظام الإيراني. لكن الأمر بقدر ما يتعلق بالنظام الإيراني فإن الحالة مختلفة تماما، نوعيا وكليا الحالة الإيرانية تختلف تماما عن حالة كوريا الشمالية. نظام إيران نظام يعني يصدر ما يسمى بالثورة، ولكن هي في الحقيقة الإرهاب والتطرف الديني في الدول الأخرى ويقمع الشعب بالداخل، لذلك الأمر مختلف تماما. الآن نظام الإيراني لا يستطيع، وأنتم أيضا شاهدتم من خلال الحدود التي أبداها الإيراني تجاه هذه المبادرة أو هذه المطالبة بأنه لا يمكن القبول بهذا الأمر، لأن النظام لم يبقى له ولا قام بالمناورة بعد كل هذه السنين. وكما قال النظام أي تغيير في سلوكية النظام بمعنى تغيير النظام. شكرا جزيلا لك من باريس سيد موسى أبشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني.